بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن الحامض النووي DNA. طبعا DNA عبارة عن عديد من النيو كيلوتيدات التي تحتوي على سكر، وبالتالي سمي DNA. والحامض النووي DNA يحتوي على سلسلتين مجدولتين فيهم جداول. طبعا كل سلسلة مكونة من عديد من النيوكيلوتيدات. النيوكيلوتيدات هاتان السلسلتان تلتفان حول بعضهما البعض لتكوين حلزون مزدوج على شكل حلزوني. طبعا ترتبط هاتان السلسلتان بروابط هيدروجينية، والدي ان اي تعتبر داخلها جينات كل الكائنات الحية. طبعا الجين هو مسؤول على كل هذه الوظائف تقريبا. طبعا الحامض النووي الران ايضا يتكون من سلسلة واحدة من وحدات عديدة من النيوكيلوتيدات. طبعا تحتوي على جزء من السكر الرايبوز، عشان كذا سموه الران. أتمنى أنكم الحين تعرفون تفرقون بين الحامض النووي DNA والحامض النووي الآخر اللي هو الران، لأن الران أصلا متكون من سكر الرايبوز، والدي ان اي متكون من جزء السكر الخماسي، وايضا جزء حامض الفوسفوريك، وجزء كبير جدا من النيوكليوتيدات مثل ما تكلمنا عنها في الدروس السابقة. إلى هنا انتهى الدرس، واتمنى انكم استفدتم من هذا الدرس، وان شاء الله راح نشرح بشكل متعمق اكثر في الدروس القادمة. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.